السلام عليكم، مرحبا بكم من جديد في قناة ماي فيتنس. في هذه السلسلة الخاصة بكيس الرمل أو بالساند باك، نقدم واحد المجموعة ديال التمارين الخاصة بلوكو كامل على شكل حلقات، يعني سيري. هذا الكيس ديال الرمل أنا عمرته بالتراب، التراب الأحمر، والتراب الأحمر يعني أثقل من كيس الرمل. هاد الساك تقريبا فيه واحد 14 15 كيلو، قريبة 15 كيلو. مهم بزاف انك تخدم به الكور كامل، الكوادريسيبس، لي زابدومينو، التشيست او البيكتورو، لي ديلت، البيسيبس، تريسيبس، الابومبرا، ترابيز، الريس او المعصم او البواني، كتخدم به الكور كامل. واحد الاشارة غنقولها يعني تحز في الناس صراحة، لان هذا الشيء ما بغاش يتحيد وغادي معانا. الحضاره كتقدم، التكنولوجيا غادي كتقدم، وسائل التواصل، مواقع التواصل، كل شيء غادي في التطور. للاسف الشديد الشعوذه المستحدثه غادي اون باراليل. اعتذر ان هذا فيديو رياضي، ولكن كنستغل الفرصه باش ندمج فيه هذا الفكره. هذه ما كاينش السحر، سحر عيون الناس وصاغوهم، لا يفلح الساحر حيث اتى. ما كاينش العين، ما كاينش واحد اللي يعينك ويغير لك حياتك، لا وجود للعين. الحاسد يحسد يضر نفسه. ما كاينش المس، يعني الجن يسكن في الانسان. الله عز وجل قال لك وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما كاينش شي حاجه سميتها الرقيه الشرعيه، الشعوذه المستحدثه اللي غاديه اون باراليل بتوازي مع الحضاره. الرقية واللحية شعوذة وبدع لا غير. اللحية ظهرت في 1910 في واحد الدولة، واحد يعني واحد العناصر باش بغاو يكون واحد الفاصل ويسمي واحد التسمية معينة، وباش يتميزوا قالوا خسروا اللحية. على كل حال ما نطولش، عندي فيديوهات خاصة بهذه المواضيع هذه في القناة. هاد السلسلة ديال السانكا أو كيسران سلسلة مهمة بزاف، لأنها كتخدم الكور كامل. حركات يعني أنا بدعتهم الإذاعة ديالي الخاص، ما تلقاهمش في الإنترنت، يعني بكل تواضع، لأن ديما كنحاول نبحث على التميز، لا في الرياضة ولا في الخط ولا في أي حاجة. التميز شنو هو؟ هو أنك كتخدم وكتخلق واحد الحركة جديدة، كتبقى خدام وكتبان لك واحد الحركه، بحال حسيتي بواحد العضو تخدم، كتدي الحركه كطورها. شنو هو الابداع؟ شنو هو التميز؟ هو انك كيفاش تكومبيني، كيفاش تمزج واحد جوج حركات يعني متناسقين ومتقاربين. مثلا كيفاش تخدم كوادريسيبس وفي نفس الوقت تخدم مثلا الظهر، ولا تخدم الصدر يعني البيكتورو تشيست. كيفاش تخدم مثلا الكوادريسيبس وتخدم مثلا لي زابدو، يعني كيفاش تكومبيني بين التمارين او الحركات الرياضيه. هذا ما اسميه الابداع والتميز. وربما كاين محسن مني، كاين الكثير محسن مني، ولكن كل واحد واللمسه ديالو. في عجبتك السلسله مرحبا بك مشترك في القناه، وما تنساش تفعل خاصيه الجرس والاعجاب، ولكن المهم هو التعليق. التعليق هو اللي كيوضح للانسان الطريق وفين غيمشي، شنو غيصحح، شنو غيطور. ولكم جزيل الشكر. مرحبا من جديد في هذه السلسله الخاصه بالساند باك او كيس الرمل. غادي نقدم واحد المجموعه ديال التمارين، ولكن ما غاديش نطول في التمرين. كل تمرين دير مثلا خمسة الحركات فقط، حيت هاد الفيديوهات كامله ماشي فيديوهات رياضيه خاصه بيا، ماشي حصه رياضيه خاصه بيا، ولكنها فيديوهات تعليميه. كنحاول يعني نعطي الانسان واحد الحركات ربما جديده ربما قديمه، المهم كنحاول نبدا، كنحاول نتميز في شي حركات. الاساسي هو انك تعرف الحركه، واذا بغيتي تبدا بالرياضه او تحب الرياضه، اولا يكون عندك واحد شويه الماتيريال بسيط، يعني عصا، اكرويز، لاكورد الى اخره. وباش تبدا اكثر بالرياضه، باش تحب الرياضه، حاول يعني تبحث عن الاناقه والدقة في القيام الحركة. حاول تكون أنيق ودقيق في ممارسة الحركات الرياضية باش كتحس بالمتعة وكتبلغ الرياضة.
انا غادي ندير 5 الحركات 6 الحركات في كل تمرين، وانت غادير مثلا 12 حركه في لو 3 سيري.
كون استفدت من هذا الفيديو. ما بغيتش نطول بزاف باش يكون الفيديو قصير، لان اغلبيه الاصدقاء كينصحوني كيقول ما نطولش بزاف، وفي نفس الوقت يعني تكون الفائده اكثر. يعني تمارين بسيطه ووقت قصير، ومن بعد يعني تبحث تمارين متوسطه وتمارين متقدمه. فإذا عجبك الفيديو حاول تشترك في القناة وتفعل خاصية الجرس، والأهم هو التعليق. التعليق هو انتقاء بنصائح إرشادات تعليمات كما كان التعليق ديالك مرحبا به. التعليق هو اللي كيساعد الإنسان على تصحيح الأخطاء وتطوير المنتوج. ولكم جزيل الشكر، وإلى اللقاء في فيديو قادم بحول الله.